السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. في الحقيقة أنا ترددت كثير باش نعمل الفيديوهات حول الغنوصية، ولكن لأن كثير أصر علي باش نتكلم عليها، واغتنمت فرصة ما يسمى بشهر رمضان اللي الناس يكون عندها أكثر وقت باش تشوف الفيديوهات، قررت باش نعمل هذه الحلقات اللي هي تعتبر يعني النجم نقوله لا شيء بالنسبة للعلم الغنوصي، يعني كما في المعنى يقول القرآن في أحد الآيات، يعني كان الأشجار أقلام وسبعة بحار مداد لكمل البحر وما ينتهيش الكلام على الغنوصية، لأن الغنوصية هي مساوية للأزل، للأزل بصفة عامة. إذن إصرار بعض الشباب على أني نتكلم فيها هي اللي خلتني نتكلم فيها، رغم أني أنا ما ننصحش أي إنسان باش يتعلم الغنوصية، وما نجبرش حتى إنسان باش يعرفها، ينجموا اللي ما تعجبهمش يعني ما يشوفوهاش وكهو، يعني معناتها ما فماش حاجة أخرى نجم نقولها. أول حاجة، هذه حاجة مهمة، أنا وقت نمشي نتعلم على بعض معناتها ما يسموا الشيوخ أو الأقطاب الغنوصية، ديما في الأول نقعد مدة طويلة هما يقنعوا فيا باش ما نتعلمهاش، وقتها أصر على أني نتعلمها عندهم ونشد صحية، شنو يقولوا لي؟ معناتها يقولوا لي احنا باش نعلمك ولكن بشرط. الشرط الأساسي انك ما تحكيش في اللي باش تتعلمه مع اي انسان، ولازمك تختار مع شكون تحكي. هذه مسألة جدا مهمة، يعني الان مع ظهور الانترنت واحد ينجم يعمل فيديوهات وينجم يحكي وينجم يقول، مش كما قبل كانت المعرفة، خاصة هذه المعرفة ما يسمى بالغنوصية او العرفان او الفطرة او الروحانيات او غيرها من التسميات، كانت من شخص الى شخص. يعني هذه مسألة واضحة وبينة، ولكن طبعا أنا مانيش مجبور معناتها باش نلتزم بهذه القاعدة، لأني أول حاجة أنا مانيش غنوصي، فهمت؟ يعني هذه مسألة لازمكم تفهموها، أنا مانيش غنوصي. صحيح أعتمد على الأساليب الغنوصية وتعلمت الأساليب الغنوصية وخذيت المعرفة الغنوصية، ولكن غير ملتزم بهذا النظام السري اللي موجود في الغنوصية، لأن أكثر الغنوصيين تلقاهم متسترين وراء جمعيات ووراء حركات ووراء أديان ووراء مذاهب سرية. يعني هذيك هي معناتها مسألة الغنوصية، ما تلقاش غنوصي يعني هكاك، فهمت؟ يعني بعيد كل البعد على هذا المجال، لأن كلهم تقريبا يعني استخدموا الغنوصية من أجل مصالح شخصية أو إيديولوجية أو غيرها. طبعا هناك البعض منهم بالفعل متحررين، ولكن تلقاهم قليل جدا، وتلقاهم يعني يعيشوا بعيد عن هذا العالم، وتلقاهم كما نقولوا احنا منعزلين كليا على بقية العالم. إذا أنا علاش أنا عملت هذه الفيديو؟ معناتها في الحقيقة حبيت نحكي حول معناتها مسألة مهمة، هي مسألة إنه كثير يعني يبعث لي مساجات أو يكتب تعليقات ومعناتها ويلوم فيا علاش نحكي في هذه المواضيع الفارغة، فهمت؟ طبعا بالنسبة ليهم فارغة، وأنا معناتها ما عندي حتى مشكل، يعني عنده الحق يقول إنها مواضيع فارغة، وعنده الحق إنه يسخر منها، وعنده الحق إنه ينقدها، هي معناتها ماهيش مقدسة لكي لا تنقد أو لا يعترض عليها. ولكن أنا هذه الفيديوهات نعمل فيها الأشخاص معينين يعني في هذه الفترة يعني القصيرة، فمانيش نعمل فيها يعني ديما القناة بتاعي مش اختصاص متاعها الحديث عن الغنوصية، مش الاختصاص متاعها، لا، نحكي في جميع المواضيع، والغنوصية هي فترة شهر رمضان إنه نحكي في الموضوع هذا وعلى جانب معين من الغنوصية فقط. إذا رغم أن هذه المعرفة أنا أعتبرها مهمة لأي إنسان،
رغم انها قليل معناتها اللي نجم يستوعبها وقليل اللي نجم او يحب يهتم بها، لكن انا اعتبرها جدا مهمه. علاش انا اعتبرها مهمه؟ اعتبرها مهمه لان اولا مستوى الوعي عند البشر اليوم ليس كما قبل. يعني الاشخاص اللي يمكن ان يهتموا بالغنوصيه او يفهموا الغنوصيه العدد نتاعهم اصبح كبير جدا بالنسبه قبل 100 سنه ولا قبل 1000 سنه. فهمت؟ يعني اختلف الوضع. الان السبل الى المعرفه كثيره جدا، والانسان العقل نتاعه اكثر تفتح. اذا وقتها نتكلم عن الغنوصيه، انا متاكد ان فما شكون فهمت باش تعمل له تيك في مخه، ولو حتى ما يعرفهاش ولا عمره بسمع بها. لان مستحيل انك تسمع بكلمه الغنوصيه فقط وما يكونش عندك الفضول انك تطلع عليها ولو حتى ما تفهمهاش. ومستحيل انك تطلع عليها وما تغيرش الجوهر نتاعك والذات نتاعك والنفس نتاعك وتتبدل نظرتك للعالم ولو كان 1%. هذه مسألة أكيدة. حتى الإنسان اللي يغمض عينه كلياً عليها ويقول إنها ما تصلحش وإنها ما تسواش وإنها حكاية فارغة وإنها خرافات وإنها كذا وإنها كذا وإنها كذا، أنا متأكد إنها مسته في الداخل نتاعه. هذه مسألة واضحة. والمشكل إن أكثر الأشخاص اللي يعترضوا على الغنوصية هما تلقاهم يعني ما يسمى باللادينيين. نعرف انا نفهمهم على خاطر هما اعتبروا ان الاديان او الايديولوجيات هي عباره على مخدر للعقل الانساني، ونظروا للغنوصيه على انها معتقد، رغم ان الغنوصيه ماهيش معتقد وعمرها ما كانت معتقد. الغنوصيه هي طريقة تفكير، طريقة بحث، هي ليس ايديولوجية، وإن بالأدوات نتاعها وبالطرق نتاعها وبالقواعد نتاعها يمكن أن توصل باش تكون ايديولوجية أو تكون عقيدة أو تكون دين أو تخليها لروحك. هذه هي الغنوصية. هذا الناس اللي متحبش تفهم وراهي الغنوصية ماهيش دين وماهيش معتقد، هي فطرة إنسانية طبيعية موجودة في الداخل متاعنا. كما قال أحد الإخوة في بعض التعليق أنه يمكن أن الفكر الغنوصي هو تاريخ تطور الفكر الإنساني. يمكن هذا أيضا. إذا الاحتمالات عديدة. الغنوصية تفتح لك الباب باش تفكر بدون حدود، ما عادش عندك حدود في التفكير، كل شيء محتمل وكل شيء قابل للصحة وكل شيء قابل للخطأ. هذه هي الغنوصية. هذه النقطة الأولى، إن الآن الأشخاص اللي يمكن يهتموا أو يفهموا الغنوصية العدد متاعهم كثير جدا. هذا من ناحية، وخاصة من بين هؤلاء ناس علماء. علماء يعني عندما نقول علماء يعني نقصد يعني يعرفوا العلم التجريبي، يعرفوا الفيزياء، يعرفوا الكيمياء، يعرفوا الرياضيات، يعرفوا هذه الأمور ويمكن يقارنوا من بيناتها. هنا اغتنم هذه الفرصة وأقول إن الغنوصية تقول إن الإنسان سوف يصل للخلاص عندما يتوصل العلم المادي التجريبي ويلتقي مع العلم النفسي الحسي ويكون في نفس المستوى. هذا اللي تكلمنا عليه حول ما يسمى التوازن بين الحس والعقل. والمشكل ان هذوما الجانبين ما يسمى العلم المادي والعلم الحسي كل واحد في جهة، وكل واحد يتهم الاخر بالخرافة. تلقى العلماء اتهموا
ما يسمى بالحسيين أو بأصحاب العرفان إنهم يخرفوا ويقولوا خرافات ليس لها أساس من الصحة وبعيدة على المادة. بالفعل هي بعيدة عن المادة ولكن قريبة من الإحساس، قريبة من الحس الداخلي. وأصحاب ما يسمى الحس أو العرفان يتهموا الآخرين إنهم ماديين وإنهم بلا ضمير وإنهم بلا إحساس وإنهم لا يعترفون إلا بالمادة. إذن كل واحد يتهم الآخر. نهار اللي يتفقوا مع بعضهم ويفهموا إن الإنسان أو الوجود ليس مجرد مادة، بل الوجود هو مادة وإحساس، وقتها البشرية تصل إلى مرحلة ما يسمى الخلاص، تبدأ في مرحلة الخلاص. يعني هذه مسألة مهمة، هذاك علاش يمكن كثير أشخاص يطلعوا على هذه الفيديوهات وهم من أصحاب العلوم الفعلية المادية التجريبية يستفيدوا، لأن كل العلماء حتى أينشتاين حتى نيوتن الفلاسفة كلهم مستحيل تكون عالم ومكتشف ومخترع وما تكونش تعرف العلم الغنوصي، مستحيل. هما الآن فهمت معناتها بصفة عامة النظام التعليمي العالمي هو نظام موجه لا يخلق علماء، وهذه معناتها موضوع نتكلم فيه. يعني هذا النظام التعليمي اللي موجود هو نظام لا يخلق علماء، بل الخروج عنه هو الذي يخلق علماء، لأن العلم والاختراع والاكتشاف والإبداع ليس بالتعلم. تنجم تكون كمبيوتر تحتوي على كل المعلومات وتنجم تصنع حاجة يعني متكاملة من جميع الجوانب، ولكن بدون جوهر، بدون نفس، بدون إحساس، بدون جمال إبداعي. هذه هي المسألة مهمة. يمكن تعرف اللغة وقواعد اللغة وقواعد الشعر، ولكن ما تستطيعش تعمل بيت واحد شعري، ويمكن ما تعرفش اللغة أصلا ولا تعرف قليل من اللغة وتبدع في الشعر أو في الرسم أو في الاختراع بحد ذاته، تبدع فيه لأن الشيء ينبع من الداخل بتاعك. هذه هي المسألة المهمة، وهذاك علاش أنا أقول هذه الفيديو قد تنفع ناس أصحاب تجربة علمية مهما كان، وتعمل لهم التيكرة وما غير ما تفطن بروحها وتتسمع الفيديوهات أو تقرأ على الغنوصية أو تطلع على الغنوصية. ولا تو نعمل لكم فيديو فيما يخص الطرق لمعرفة ما يسمى المعرفة الموجودة، ما يسمى مصادر هذه المعرفة، وهي في الحقيقة عندها نوعين من المصادر، ما يسمى بالمصدر الداخلي والمصدر الخارجي. يعني تنجم تتعلم الغنوصية سواء من الداخل بتاعك سواء من الخارج، وتنعمل فيديو حول هذا الموضوع، حول مصادر الغنوصية كيفاش يمكن أن نحصل على أكثر عدد ممكن من المعرفة الغنوصية. إذن هذه الفيديو قد تنفع هؤلاء الأشخاص. أما النقطة الأخرى اللي تخليني نعمل هذه الفيديوهات هو زاد أيضا أن العلم أو المعرفة الغنوصية هي معرفة محتكرة سواء من طرف أشخاص، سواء من طرف إيديولوجيات، وسواء من طرف أعراق، محتكرة ولا يريدون أن يطلع عليها أحد. وهذوما الأشخاص هما اللي يسيروا السياسة العالمية، وهما اللي يسيروا الاقتصاد العالمي، وهما اللي يسيروا ما يسمى الإعلام، وهما اللي يسيروا كل شيء بالفكر الغنوصي، وحبوا يوصلوا للهدف
اللي رسمته الغنوصية للإنسانية ولكن بأنانية، حب يوصلوا هما برك، ميحبوش كل الإنسانية توصل، بل أكثر من ذلك، كل القوى الذكية في الكون توصل للهدف اللي رسمته الغنوصية أو تصورته أو حسته. هذه الأنانية وهذا الاحتكار أنا ضده، لهذا أنا أقول معناتها هذه الفيديوهات أو المعرفة حتى الذكر الغنوصية فقط تترك الإنسان يبحث ويفهم ويمكن يمنع روحه من الانضمام إلى هذه التيارات أو هذه الحركات أو هذه الاتجاهات، فهمت، التي تريد أن تحتكر المعرفة، لأن المعرفة هي ملك الجميع. وما تخافوش، ساعات أنا مثلا نقول، وهذا قالها لي أحد كما نقولوا احنا المعلمين، قلت له أنا كيفاش نعرف إنسان هل هو مستعد للفكرة ولا، أنت قلت لي هذا العلم ما تقولوش إلا للشخص اللي يستحقه. جاوبني يعني جواب يعني معناتها مهم جدا، قال لي ما تخافش، راهو الشخص اللي ماهوش مستعد باش يفهم العلم هذا، فهمت، تو ما يفهموش، ولا تو يغزر لك غزره ويمشي على روحه، ولا تو يسبك، فهمت، يعني قال لي وقت تشوف واحد استعمل هذا الاسلوب اعرف هذاك الشخص ما يستحقش هذا العلم، فهمت، او عنده نظره غالطه، فكره مسبقه عن هذا العلم على انه شيطاني، على انه اجرامي، على انه كذا. اذا قال لي ما تخافش، قال لي راه هذا العلم كل انسان، قال لي انت وانا ما نفهم الا على قدر الوعي متاعي، حتى واحد ما وصل لفهم العمق متاع الفطره اللي هو الازل، كيفاش نجم تفهم الازل؟ نجم نقترب من الازل بدون الوصول اليه، نحن نسعى نحو الكمال ولكن لا نصل للكمال، لا يمكن الوصول للكمال. هذه مسألة معناتها مهمة جدا. إذا معناتها الأشخاص اللي معناتها ما يعجبهمش هذوما الفيديوهات، طبعا ما نقولهمش ما يعلقوش وما يسبوش، بالعكس سبوا وعلقوا، لأن الغنوصية تطلب منك أنك تفرغ، تخرج، ما تخلي حد شيء في داخلك، خلي روحك، كون على طبيعتك، على حقيقتك، ما تكونش مزور. وقت تقول حاجة باهية ولا خايبة لازمك تقولها بصدق، مادام قلتها بصدق وإن كانت خايبة، فهمت، هي حاجة باهية، ولكن تقولها مش بصدق وإن كانت باهية فهي خايبة. هذا هو الفرق، النية الداخلية، النية الداخلية، الإحساس الداخلي. وقت نقول النية مش يعني تنوي، فما ناس يصوروها النية، لا، إنك تحسها الكلمة اللي تقولها. وقت تسب تقول لي يلعن بوك، تقولها من قلبك. وقت تقول لي شكرا تقولها من قلبك، هذا تحسها في الداخل بتاعك. هذه بالنسبة لي حاجة تقولها من قلبك سواء كانت باهية ولا خايبة على قلبك العسل، بينما تقول لي شكرا وانت تنافق، بالنسبة لي كأنك سبيتني. إذا هذا هو المطلوب في الفكر ما يسمى الغنوصي. ونعاود ونقول وانا نعمل في هذه الاستراحات في الحقيقة، لأن الموضوع تعرفوا جدا معقد، وخاصة تو باش ندخلوا فيما يسمى بالصفر المطلق أو الصفر الكلي، وخاصة تعرف أنا المشكلة اللي عندي مش الكلام،
نجم نتكلم مش مشكلة. المشكلة اللي عندي هي ما يسمى وضع لكم الرسوم التشبيهية. طبعا المرحلة ما يسمى اللاوجود انتهينا منها، والآن مش ندخلوا في مرحلة العدم الحقيقي، ولازمني نعمل رسوم وكذا، وهذا ياخذ وقت في الحقيقة كثير جدا، خاصة اني معناتها مانيش متمكن باش نعمل الرسوم الفعلية بثلاثة أبعاد ولا غيرها باش نوضح أكثر المسألة. أما راهو كل فكرة قلتها في الفيديوهات ينجم أي إنسان ياخذها يكون فهمها أو عنده تأويل لها يعمل فيديوهات يوضحها للناس الآخرين. احتكار المعرفة أكبر جريمة. ما تبخلش بالمعرفة متاعك، ما تبخلش باللي تعرفه مهما كان. وانا نتعجب مثلا بعض الشباب يعمل لي علاش ما تعملناش مواضيع في ما يسمى علم الفلك والانفجار العظيم. يا اخي هذا ليس اختصاصي، انا ليس عالم فلك ولا عالم فيزياء ولا عالم رياضيات ولا من العلوم التجريبية، ليس اختصاصي. لو هذا اختصاصك قم بذلك العمل، قم به انت. وفما 20,000 فيديو في المسألة هذه، امشي ابحث في المجال بتاعك، ابحث اختصاصك. انا نتعجب انسان يدخل مثلا القناة معينة ويجي يقولهم علاش تتكلموا في هذا المواضيع، تكلموا في موضوع اخر. يا ودي امشي فركز الموضوع الاخر تلقى فيه قنوات. راهو التنوع، هذه هي المصيبة، التنوع، وهذا باش نتكلموا فيه، ما يسمى في الصفر المطلق وفكرة الوحدانية وكيفاش الغنوصية طرحتها وكيفاش الأديان اخذتها، هذا باش نتكلموا فيه وقت نتكلموا على الصفر المطلق أو الصفر المحايد أو الرب المطلق أو العقل الكلي وغيرها من الأسماء. مينش في الأسماء، كما قلت لكم الغنوصية تتجرد على الأسماء وتهتم بجوهر الحسي للأشياء. إذا ما تجيوش تقولوا لي مثلا علاش ما تعملناش كذا، علاش ما تنقدناش الإسلام، فما قنوات تنقد الإسلام، فما قنوات تتكلم على العلم، فما قنوات تتكلم على الأدب، فما قنوات تتكلم على الفن، فما قنوات بورنو، ها فما كل شيء. روحوا شيخوا رواحكم، موجود كل شيء. خذ شنو طبيعتك، شنو الحاجة اللي تبحث عليها ومشيلها مباشرة. ما تجيش لشخص آخر تقول له علاش تعمل لي في هذا الشيء. يا ده واحد برك يسمعني يكفي، بل حتى واحد ما يسمعني. راني أنا وقت نتكلم نتكلم مع نفسي، لأن أنا شفت وقعد نحكي معاكم ونتكلم معاكم، مانيش شدد ورقة أنا وكاتب وحاطط نص نقرأ فيه قدامي، لا لا مش هذا. أنا قاعد نتكلم بالحس متاعي الداخلي، شفت الأفكار اللي نقولها مرسومة في مخي، هذه هي البداهة. واحد عنده البداهة بهذا النجم نبدع، وراي بسيطة جدا، بسيطة يكفي. أضرب لكم مثال قبل ما نختم هذه الفيديو، فهمت؟ مثلا أنت بسيط جدا، فهمت؟ مثلا حط روحي مثلا في حالة اللي أنا في غربة أو بعيد عني شيء، ونشي هكا معناتها نتخيل روحي في وضع معين، من بعد أصف الأشياء كما هي. مثلا هز راسي للسماء، نصور روحي أنا في الليل، هز راسي للسماء ما نلقاش القمر، فنقول أين القمر؟ أفلا بدرك يا قمر، أفلا بدرك يا قمر. البدر متاعك ما عادش موجود، فهمت؟ من بعد نتذكر القمر شنو كان، معناتها يجيب لي من فرحة، فنقول متى تعود للوطن؟ أفلا بدرك يا قمر متى تعود للوطن؟ من بعد
نزع عيني للسماء هكا ونبصر ونشوف النجوم، وبعد نشوف النجوم حتى شيء قدام القمر، فنقول فلا نجوم السماء تكفي. نجوم السماء ما تكفيش، ما يعوضوكش، فهمت؟ من بعد نغزر هكا نشوف عندي شموع، ولا شموع تحترق مثلا. فهنا كونت بيت من الشعر، فهمت؟ أفلا بدرك يا قمر، فمتى تعود للوطن؟ فلا نجوم السماء تكفي، ولا شموع تحترق. فهمت؟ إذن هذا الشعر وقت تسمعه أنت تحس فيه روح، نفس، إحساس. وأنا مانيش مختص في اللغة العربية، ونجم نضرب لكم أمثال كثيرة في هذه المسألة. هي وصف اللي تحسه. يعني توا أنا وقت نحكي معاكم علاش منشدش ورقة وستيلو؟ لأني مانيش نحكي في حاجات تعلمتهم، نحكي في حاجات حسيتهم، حاجات عشتهم. وقت تحكي حاجات فعلية عشتها ماكش محتاج لورقة وستيلو. مانيش نعملكم أنا في درس استعراضي أو درس كذا ونقول لكم قال فلان والفلان عن فلان عن فلان واسم كذا واسم كذا وتاريخ كذا وتاريخ كذا. حتى ولو عندما نحكي لكم عن التاريخ أو نحكي لكم على أمور أخرى، ما نحكي إلا الحاجات اللي موجودة في مخي مرسومة، وتنغمض عيني نشوف التاريخ ونشوف الشخص ونشوف النص قدامي. هذه هي الغنوصية، أنك تكون طبيعي. تلقى دكتور وما أدراك ما دكتور وعنده 10 دكتورات وما نجمش يقرأ كان بورقة وستيلو؟ لا، ساعات أمور مثلا ما تحبش تكسر فيها رأسك ولا تعمل في بحث أكاديمي تحتاج لهذه الأشياء، وورقات يعني كما نقولوا احنا نقط رؤوس أقلام تحتاج ساعات. ولكن أنا نركز على الحديث من الجوهر إلى الجوهر، من النفس إلى النفس، من الوعي إلى الوعي. كما تقول الغنوصية، عمرك ما تنجم تفسر الواحد أعمى عمره ما شاف الألوان شنو معناها الألوان. ما تنجمش تفسر له شنو اللون الأصفر وشنو اللون الأحمر. امشي احكي مع أعمى عمره ما شاف الألوان وقل له شنو الفرق من بين اللون الأحمر والأصفر، تقعدش تحكي له عام كامل ماهوش باش يفهم، لأنه ما حسهمش وما شافهمش هذوك الألوان. نفس الشيء، إنسان ما عاشش الحاجة هذاك علاش؟ معناتها كثير معناتها اللي يعرضوني هما تلقاهم لاتينيين اللي عمرهم ما عرفوا الإيمان. لأن الإيمان رغم أن كثير من الإيمانات غالطة، ولكن تخلينا جرح في الداخل نتاعنا. لأنها التركيبة الإنسانية هكاك، لأنها تاريخنا الإنساني هكاك، لأنها مرينا آلاف ومئات الآلاف من السنين من العذاب، من العذاب من أجل البقاء في هذا الوجود. المهم، أرجو أني أكون عبرت على وجهة نظري في هذه المسألة، واعذروني يعني يمكن نكون انفعلت قليل. وهذا معناتها لا يثنيني باش نكمل الفيديوهات طبعا. واشكر كل المشجعين، وكيما نقول لكم راهو انا نحاول ننقل الافكار الغنوصيه كما هي، ولا اريد ان اعطي رايي لكي اترك لكم الحريه ان تفهموها كما تريدون. وشكرا على المتابعه، وشكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم وبسلام.